أحمد الرماوي عمري 21 سنة طالب عمارة. بلشت موهبتي في الغرفة الصفية لما رسمت موضوع خارج نطاق الموضوع المطلوب، رسمت ولي العهد، فكان الشبه كبير كثير من ولي العهد. لما خلصت الحصة سلمت الرسمة للمعلمة فتفاجأت من الشبه الكبير وزملائي تفاجأوا. أصرت على أنها تدعمني وتخبر أهلي بموهبتي وحكت لي لازم تهتم فيها وتنشر رسوماتك على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت فكرة رسم الناس بالشوارع والأسواق العامة بعد ما كنت أتجول في الشوارع القديمة، كوني أنا تخصصي عمارة بحب أتجول وأشوف المباني القديمة وتراثنا وحضارتنا والأشخاص كبار السن والأطفال. فيوم من الأيام فكرت أني أصطحب بسكتش بوك معي وألخص أو أوثق هاي اللحظات عن طريق الرسم موهبتي وأرسم الناس وأعطيهم الرسومات. بلشتها برسم شخص كبير في السن وعطيته الرسمة، بعديها حكيت لازم أنزل هاي الرسومات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلاحظت إقبال كبير من الناس، وصلت الفيديوهات لملايين المشاهدات بالأردن وخارج الأردن وعالمياً. أنا إلي رسومات من 7 سنوات كنت أجيب أصدقائي عندي في البيت وأرسمهم، لكن الآن بدأت أرسم الناس في الشوارع مش في بيتي أو في ستيل لايف أو موديل لايف درونز. أغلب الناس بتكون ردود أفعالهم إيجابية، سواء الناس اللي حوالي حتى إنهم بكونوا ماشيين لطريق ما، فبوقفوا عن هذا الطريق وبصيروا يطلعوا علي وبنتظروني لأبين ما أسلمهم الرسمة هاي. كوني كرسام بعبر عن أفكاري وبعبر عن طموحاتي وبعبر عن الشغلات اللي داخلي برسمات بسيطة في أي مكان برسم فيه. السعادة بالنسبة لي مش بالشغلات اللي أنا شخصياً بحققها، بل بالشغلات اللي بعطيها للناس أو بقدمها للناس وبشوف أثرها على وجوه هاي الناس. كنت دائماً لما أسلم الرسومات أغلب ردود الأفعال إيجابية ودائماً مبتسمين وفرحين، وكنت أغير لهم يومهم في هاي الهدية البسيطة. عجبتك؟ آه يستمريك يا رب. بصمتك كنت قاعد قدام محلك، أتمنى تكون عجبتك. أعطيك العافية. أشكرك.